النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية، عنوان الجلسة الحوارية حول العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، نظمتها جمعية المرأة العاملة بهدف الوصول إلى الحلول الممكنة لضمان العدالة الاقتصادية والفضاء الاقتصادي الآمن للنساء. الفكرة الأساسية هي تسليط الضوء على الفجوات وتحليلها من بعد جندري من أجل الضغط على أصحاب القرار فيما يتعلق بحقوق النساء العاملات، حيث يواجهن عنفا مركبا، خاصة عندما نتحدث عن النساء الفلسطينيات العاملات في ضمن سياق عمليا استعماري، وفي ظل غياب أدوات عدالة تحفظ حقوق هؤلاء النساء بغياب كتل برلمانية بعد حل المجلس التشريعي. يسعى برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية، وينفذ على مدار 5 سنوات، إلى تطوير قدرات المؤسسات النسوية الفلسطينية في الضغط والمناصرة ومساءلة الجهات المختصة حول مدى استجابة القطاع الخاص للمساواة بين الجنسين. يعني بشكل عام ضمن حملة مناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة 16 يوم، كمنظمة عمل دولية نولي هذا الموضوع اهتماما جزيلا، فبالتالي أعتقد أنه كمنظمة عمل دولية وحاملين منذ تأسيسنا بعد الحرب العالمية الأولى عام 1919 راية العدالة الاجتماعية للجميع، والعدالة الاجتماعية للجميع لا تكتمل إلا بأن يكون جميع أفراد المجتمع مأخذين حقهم وبالأخص النساء. وفي مقام آخر يسعى البرنامج لدعم حقوق النساء ومساواتهن ودعم البرامج الكفيلة بالقضاء على العنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني. بالنسبة لنا كمؤسسة جفينة الجفينة، احنا بنحاول نطور اكتر المنظور النسوي اللي هو كيف احنا ممكن يكون في موائمة بالمؤسسات بشكل عام، القطاع العام والخاص لدمجه للنساء، بس بالاضافة الى الاخذ بالوضع النساء العاملات، ان كان بالموائمة اذا كانت نساء ذوات اعاقة، ان كان بالنسبة لضمن حقوقها النسوية كحق الامومة، يكون في كان عمل موائم. بمشاركة ما يزيد عن 30 مشاركة ومشاركا في الضفة الغربية والقطاع، نقش مفهوم العنف الاقتصادي وتم تسليط الضوء على العاملات في المستوطنات الإسرائيلية. ينفذ المشروع في 4 دول، وتساهم 12 مؤسسة في كل دولة بتنفيذه، وذلك في سبيل تعزيز خبرات المؤسسات المختلفة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة.